الانديه تاعي. فورتيا ما كانت سهله وين شلفهم كرا كنا فايتينهم 3 بوان وين ولا ماتاسي بوان. وين المباراه كانت صعبه بزاف. الحمد لله جبنا ماركينا في الدوزيام وجبنا المباراه. ميرسي. كيما يقول لك الحمد لله كنا بيان كونسونطري وجبنا بيان هذا الماتش مانا هذا اللي في لي 3 ايام هذو اللي جازوا. كنا كان لازم علينا باش نجيو نكونفيرمي هنا الحمد لله وفقنا ربي وان شاء الله نزيدو نكملو ان شاء الله. ميرسي مساوي سعيد لي 3 بوان ديجا ميم لي سيكورتور راهم كاع معانا. بون الحمد لله اللي وفقني ربي سجلت الهدف الثاني كي دخلت غير دخلت سجلت الثاني في الماتش وان شاء الله نكملو في هاد لانونسي ونجيبو الماتش الجاي مع البورد ان شاء الله ونكملو بريمي ان شاء الله. ميرسي حنا يعني جايين نشرفو عارفين بان المقابله مش راح تكون سهله ضد فريق يلعب ورقه الصعود معنا. وعلى كل حال ما رانا الا على 3 جولات من نهايه المرحله الاولى. احنا يعني رانا فرحانين بهذا الفوز لان يعني تحقق فوز على ارض ميدان اولمبي شلف مش حاجه سهله. ولكن في الاخير الحمد لله هذا 3 نقاط راح يسمحوا لنا باش نكملوا يعني المرحله الاولى بارتياح حتى ولو مازالوا 3 جولات يعني مهمه بالنسبه لنا ان شاء الله. شكرا. سي بريزيدون. شال الميكرو محمد عشان التدريب. سمعت طلع لكن ظهر هبط في هذا المستوى اخطاء غير مسموحه نشوفوا الاخطاء اللي معها في البدايه من الهدف الاول والهدف الثاني اسوستاد لي فوت ابي سو امبورتون زايد هذه انا نظن على حسب رايي حقيقه سجل علينا الخصم في بدايه المباراه ولكن كان عندنا فرص عندنا فرص ولحقنا المرمى سجلنا انا نظن على حسب رايي الحكم هو اللي خرجنا من المباراه نقول بلي كنا قادرين شرف ولا شرف خاصه الحكم الثاني شرف كان موجود ولا على حسب رايي ما كانش موجود هدف لان على حسب رايي هدف اللي عرفتو هو اللي خرجنا من المباراة. زايد هذا في الشوط الثاني درنا كل ما في وسعنا غيرنا لحقنا المرمى كان عندنا فرص حقيقة دخلنا في السرعة والتسرع ونقول بلي حتى الفريق أراد وغلق المساحات ما خلاش مساحات فارغة بدينا نلعبو على الطرف لحقنا لعبنا على الطرف ولكن كان حارس في المستوى كان دفاع اللي ما خلاش الكرات سجلنا هدف ثاني حتى الهدف الثاني وين انا ثاني الهدف الثاني ما كانش تسرع نخليها نهار بط شويه نهار الحكم خاصة هو اللي يحكم هو اللي يرفض هذا الهدف انا ليا هدفين كنا قادرين نوليو في الشيخ والله كنا الفرق تاع محمد جميعا فازوا في انا اليوم ما يهمنيش الفرق فريق تاعي ما يلزم هذاك هو اللي انا اللي الفريق تاعي ولكن هذه هي البطوله مازال حاطينها سي تون باتاي اللي اليوم انهزمنا فيها مازال مباراه باش مباراه باش تخلص المرحله الاولى احنا رانا راح نديروا كل ما في وسعنا ان شاء الله باش هذه النقاط اللي ضيعناهم في ملعبنا نعاودوا نجيبوهم خارج ملعبنا ولكن مطلوب علينا اكثر اراده في الميدان ومطلوب علينا اكثر تركيز باش نقدر نكون في المستوى وثاني ندير حتى في رابطه لازم تاخذ الاعتبار هاد الحكام هادو اللي يجيو لهنا الشرف خاصه اللي يجيو بطريقه نقول بطريقه اللي ما تنجمش ترضينا باش نوصلوا نفوزوا كما لحقنا للمرمى ورفض هدفين هادوك الهدفين كنا قادرين نفوزوا في هذه المباراه. شكرا.